مدعم ثايب ابيض. ارحب ارحب. السلام عليكم، شو اخبارك؟ سلام وحيه. حط عليك العافيه متعب. اللي حصل امس في البرايم كان مسرحيه، ما ادري مين اللي كتبها، ولكن انتم كنتوا يعني ممثلين باجاده. في فتره من الفترات كنت انت قد تكون الكومبارس في هذه المسرحيه وتغادر، لكن تيسرت معك. وش اللي صار في البرايم؟ ليش انت ما جاوبت على الاسئله؟ وليش لما جاء خصم من حسن العجمي خصم على متعب ثايب؟ وليش متعب ثايب في سؤالين ما جاوب عليها بالرغم ان اي احد يعني يقدر يجاوب عليها؟ وليش متعب بن ثايب رضى وقبل على نفسه انه يطلع بهذا الشكل الهش السطحي اللي يعطيني انا ايحاء كمشاهد متعب ثقافيا صفر؟ اول شيء انت تقول الهش، انا ما طلعت بشيء هش. الثقافه انا جاوبت على الاسئله اللي هي جتني الثلاثه الاولى كلها، اخذت 1005. من ناحيه الخصم، السؤالين اللي ما جاوبت عليها ليش ما جاوبت؟ هذيك خصم. وليش ما جاوبت؟ ما عرفت، راحت. ها؟ لها امورها عاد. اي ليش ما جاوبت؟ ما بجاوب. لا هذا يقول لك ثاني الخلفاء الراشدين، ما عندك جواب؟ لا. انت ما عندك جواب. عندي سؤال. قول فهد. يعني انت كنت تعرف الاجابات ولا جاوبت؟ والله يمكن. ما هو يمكن، ايه ولا لا؟ عشان نعرف نناقش معك بس. واذا عرفت؟ بسالك بس. ايه ولا لا؟ لا ما اعرف. ما تعرف الاجابات؟ لا. انت تسنن؟ ايه اتسنن. ايه كم تسنن سنه في اليوم؟ شوف انا يمكن انا اعرفها. اعطيك اياها الصدق. يعني في الحقيقه اعطاها وظيفه محنك. ها؟ اعرفها. طيب اوكي اوكي جاوب عدل اللي جاوبني جاوب عشانك عشانك. السنن الرواتب كم هي في اليوم؟ هي 12. انا طيب ليش ما جاوبت؟ ما بجاوب. طيب والناس اللي تصوت لك ايش وضعها؟ صوتوا ردوني الناس الله يبيض وجيهم، ما قصر. ايش وضعها؟ ما يستحقونك تجاوب وتقاتل على نفسك مثل ما يقاتلون عليك؟ لا بس انا ادري انهم صوتوا تصويت انه بيردني. الان الناس اللي تدعمك مو تستحق انك تقاتل على وتثبت انك جالس تقاتل على اللي 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 يخصني انا متعب. إيه هذا ما يخصك. شوف اللي جالس تسويه في البرنامج ما يخصك. لا يخصني. لا ما يخصك الحال. لا لا انا ما خاصم على اخوي هذا بشيء. لا انا معلمك، هو ما يخصك الحال. ليش؟ هو يخص الناس اللي تدعمك، يخص اهلك، يخص قبيلتك، يخص جمهورك. لا دقيقه يا ابو معيال، الثلاثه ليس الاولى جاوبت على اهل نفسها. اخت السؤالين الثاني. لا الثانيه اخذها من اخوي. هل تعلم حاجه؟ قول. انا اجزم الا متاكد انه ما جاوب. هو اخطا مو لانه ما يعرف، اجل مو لانه ما يبغى يجاوب، هو اخطا لانه ما يعرف. اقول شيء يا ابو معيار، ثقافه صفر. اسمع اسمع لما طلع اخوي علموه الاجابه. طيب اسمع اسمع. لا تقول كذا يا فهد. اني مستعد شغله ارجع اسمع الله يخليك. اني مستعد احلف انه ما يعرف الاجابه قولا واحدا. ارجع البرايم مات الاولى كلها، لا الاولى ولا الثانيه. طيب 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 فهمت؟ جا على ما قال كلمتك لا تجاوب. قول محمد. نرجع البرايمات، كنت تجاوب وتخصم. ما انخصمت عليه البرايم هذا. ليش ما انخصمت؟ البرايمات اللي راحت ما انخصمت عليه. علمني انت تقول برايمات. اقول ارجع اقول ارجع. شوف انا اخصم على احد ولا لا؟ لك ما تجاوب. طول البرايم ما تجاوب على ما تبي تخصم على احد. اي ما خبر بخصم. والبرايم هذا ما يعني ثابت على مبداك لاخر لاخر البرنامج. إيه انا بالنسبه كذا يعجبني كذا. اذا ماسكها من اول لاخر ماسكها من اول برايم. وش مشكلتك مع الخصم متعب؟ سم وش معناته اذا خصمت؟ وش المشكله؟ ما ابي خصم. وش المشكلة انك تخصم؟ ما ابي خصم على اخوي. وش المشكلة انك تخصم؟ بس ابغى بس اعطني مشكلة، قول المشكلة اني اخصم كذا. المشكلة اني اخصم يمكن يخصم لي على واحد يكون هو اقل واحد يطلع من البرايم. ويطلع من البرايم. الله الله. طيب حسن خصم عليك كان انت ممكن تطلع من لا البرايم؟ لا ما يمكن، لا انا عارف نفسي. انت عارف نفسك؟ ايه. وش عارف نفسك فيه؟ جاني دعم وعرف الجمهور ما. طيب خصم حسن ابو لبن. بس كان غادر. طيب خصم حسن ابو لبن. انا سألت. طلع ابو لبن. طلع ابو لبن صح. مباشر. انا قال ابو لبن اخصم. بعلمكم متعب حفظكم الله، ليش يجاوب على الثلاث الأسئلة الأولى؟ ليش؟ عيد البرايم شباب ركزوا. لأن الرجل يسترق النظر كذا، يعطيه وضعية الاستيج، يشوف من اللي يشيل له 3-2-1 ويجاوب يلقط الجواب. هذه ما فيها خيارات. يلقط جواب ايش؟ ما يقدر. طلعها طلعها. أنا مرسلها أمس الساعة 10:15 في الجروب. وأنا اتهمتها والشباب كلهم قالوا، قلت متعب ثايب غش البارح. وأنا أقول الآن على الهواء وموجود البارح في الجروب. وارجعوا انا ما زلت اقول متعب البارح. طيب. غش البرايم وارجع شوف اسال حتى المخرج. والسؤالين ما عرفها ويبي ياخذها جميله اني ما اسال المخرج. حتى المخرج شك. خلي عدد السنين الرواتب. حتى المخرج شك ونقل التويندو على المتسابقين يبغى يشوف اللقطه ورجع لك. هذا اول شيء. ثاني شيء انا ما اؤمن في وجهه نظره ولا راي له، لانه في البدايه قال يمكن، ثم قال لا، ثم يوم لزم هذا معين قال اي، ثم بعدين الان رجع قال لا.
الرجل جاوب اربع تحللها تحليل ما يمكن يعرف الجواب دقيقه او يمكن ما اعرف الجواب وفعلا انا اعرف الجواب من قال لا ما اعرف الجواب جميل خليني اسمع متعب دقيقه وش التحليل الصح تفضل انتم تقولون على شان وش التحليل الصح تقول متعب ما انا سالتك تقول متعب ما عارف. متعب انت دخلت جاوبت على ثلاث اسئله سؤالين ما جاوبت عليها هي واحده من الثنتين يا انك انت غشيت في الثلاثه الاولى يا انك انت الثقافه صفر مالها ثالث صل على النبي اللهم صل وسلم عليه في كاميرات موجوده اذا انا غشيت من احد بيطلعون في التصوير هاتم قدامي الحين شغل بس هذا اللي عندي هذا اللي عندي هذا اللي عندي طيب انا اشوف ان الاسئله السؤالين الثانيات اللي جوه إيه؟ سهله هو محض ارادته ما يبي جواب ولا ثاني الخلفاء الراشدين ما يبي خصم ما يبي خصم واضح نفس الابراهيم اللي طاف دحام اسهل اسئلته سهله ما يبي خصم بس تغيرت العين يبي خصم لا جليه شوف يا ابو سالم على على على, على احنا دائما اذا جينا نحل المتسابق احنا ننظر تاريخها في البرنامج زين يعطيك العافيه متعب الله يعافيك انت ننظر تاريخها في البرنامج تاريخ متعب بن ثايب ثقافيا سيء مو سيء اقل من سيء ورجال ايش دريك عني انت دري عنك انا اتابعك من ايام ماراثون اتابع يقولوا ايش يدريك عني وهو ثاني الخلفاء الراشدين ما يعرفه السنه من الرواتب ما يعرفه انا من ايام ماراثون يا سيد الفاضل وانا اتابع الخلفاء الراشدين مستحيل ما يعرف يا سيد الفاضل احلف لك بالله انا ما اعرف اقسم بالله العظيم اذا صدق ما يعرف طالب استبعاده والله العظيم طالب استبعاده اسمع لا 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 لو تقول له لا من جنيق لو تقول له عدد الخلفاء الراشد تدري لو ان احنا انا رميتها قبل شوي لكن يمكن ما سمعتهم قلت تساله عن ترتيب السنه الرواتب هو يقول 12 كم متى يصليها؟ متى هي السنة الرواتب؟ إذا عددها قص يمين. بس ما هو بعد ما راح لأخويا يعلموني. هو بعد ما راح لأخويا يعلموني. في ماراثون شهر وماراثون اللي عقبه مثله شهر وثم البرنامج الآن لنا شهر هذه شهر ثلاثة شهور متعب ثايب ثقافيا سيء. يعني هذا تاريخ هذا البرنامج. لذلك أتوقع أن الرجل ثقافته ما هي سيئة أقل من السيئة. غش شمس الثلاثة السؤال الأولى اللي بعدها لن بتقول لي ليش ما غش في السؤال اللي بعده ليش ثلاثة السؤال الأولى فيها خيارات مسألة بسيطة بيصير له واحد تك 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 ما يبغى الأول ثاني ثالث لا هتصور هتصور لكن كيف تلقنا 12 يا سلام تلقنا أن عثمان بن عفان ولا عمر ولا أبو بكر كيف تلقنا هو ما يقرأ ورقة كيف يقرأ الشفايف بس هذا مصيب طبعا عمر بن الخطاب ما تدري ان ذلك حسن العجمي ليش حسن العجمي يكون معنا في الكوفي شو روم في اسرع وقت انت تعتقد انه علي بشكل سريع تعليقك على تعليقك على موضوع البرايم لان اليوم سالفه البرايم اليوم راح تتضح للناس البرايم كلها البرايم انا طالبت من بدايه اول برايم عزل المتسابقين في الهنجر ايوه وضعهم هناك الى انتهاء الاسئله اذا فقره اتصالات تفضلوا معنا يبدون يدخلون يشكون فينا نعم انا اتهم نعم اشك فيكم لانه السؤال موجه على البوديوم وعلى المقدم ليش لف راسك يمين صحيح فعلا ليش تلف راسك يمين عندي سؤال وعندي عتب برضو كذلك على المقدم في عدم ربط وحزم هالفقره في فكره انه ما تقدر تسيطر عادي خل نظراتك على المتسابقين لا تخلي نظراتك على تتكلم عن الحلقات بشكل عام ولا حلقات كاملة كاملة كل الحلقات يعني زياد وناصر عندهم مشكله في ضبط المتسابقين كلهم صراحه تتفق او تختلف اخوي محمد لا اختلف انا هل يتم يعني عزل المتسابقين وقت البرايم لا لا ويكون بس المتسابقين موجودين في البوديوم لا انا اما اسئله الخيارات اسئله الخيارات هذه ممكن يصير فيها غش احنا شفنا يعني تأيد انت عزم متسابقين او لا ما لي عزلهم ليه عشان الغش طيب واذا عزلهم هم ما يغششون بعض غلط مرات يغششون بعض صح حلو يعني معناته في صح في احتماليه الصح اذا لطالما احتماليه الصح موجوده احتماليه الغلط موجوده فكلها متساويه موجوده يعني. بس في الغالب احتماليه الصح بتكون لا وين في الغالب تكفى نسينا البرايمات الخيارات تركي مشبب طبعا هي ترى تعتمد على حسب اللي واقف في البوديوم متى يكون الإجابة صح متى يكون الإجابة صح بغض النظر أنا من آلية الاختيار المتسابق هذه من أولا مراضي عنها أنا أتمنى يصير اتفاق كامل اللي هو مو واحد يخصم واحد ما يخصم واحد يخصم هذه آلية مسابقة يا محمد في النهاية دقيقة أنا أقول لك هذه آلية مسابقة جاية من البرامج الجاية ترى ما في خصم أنا لأنه طلع أبو لبن اللي بأجاوب وبخصم عليك يا تركي طلع أبو لبن أنا عندي ملاحظة يا أخوان على أبو سالم اللي هي ابو سالم انا احيانا الاحظ انه يعترض لمجرد الاعتراف شلون؟ ليه؟ خالف الراي بس صح ولا لا ابو دخيل؟ تقريبا الان انت اعطينا حل جذري للغش صحيح قال ليش تعزلهم؟ كيف ليش اعزلهم عشان ما غشوا؟ يقول لا غير يا غشوهم بعد غلط قال لا تعزلهم روح وغير آلية البرنامج لا 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 اعزلهم اسهل ولا غير الآلية اسهل؟ متى هم الحين قالوا متى يغششون؟
في المرحله اللي فيها خيارات. حلو، انت تكلمت في المرحله الثانيه، هذا مش قاعد يصور تليفون انت تقول طب هو لا لا عشان انا قاعد اناقش الفكره، ما قاعد اسمعني، ما قاعد اسمع. دقيقه، لا احنا بهالشهر كاشخ فيه 17 يوم لابسه. طيب غير الموضوع ان شاء الله. في عزل المتسابقين وقت الخيارات، انت مع او ضد؟ ليش حبيبي شو انت مركب فيهم كورونا ومتعزلهم الله يهداك؟ لا ها ما في، لا لا عشان انا اقول لك يغششون بعض، ان نتكلم هنا في تغشيش صح؟ طيب غششون بعض صح ولا غلط؟ في صح وفي خطا صح، دام في صح وفي غلط خلينا نغششون بعض غلط غلط، لان المتسابق ممكن يختار صح ممكن يختار غلط. شوفوا شو فائده العزل، شوف وجهه النظر الغريبه ان كل واحد يحل الجواب، شوف وجهه النظر موجود عنده، ممكن يطلع صح ممكن يطلع غلط، ممكن صح ممكن خطا، خلاص يعني فنسبه احتماليه صح والغلط متساويه. لا لا عدل نفسه يا حبيبي، التغشيش هذا الموضوع ذا، خلنا اضرب المثال، المفروض انه ما في شرطه مثلا، لانه ممكن ممكن يكون في حرام، ممكن ما يكون في حرام، ممكن فاذا ما في حرام ممكن الحرام يسرق بقالكم ويمكن يسرق بيتك اذا ما في شرطه. لا لا في شنو شكو دقيقة، شكو هذه مغالطة منطقية والله، انما هذا رجل غش، لا والله هذا غلط على ذلك، هذا اسمه مغالطة رجل غش. الان هو يقول غششهم صح ولا غلط، ايه؟ لنفترض جدلا انهم غششونهم غلط، هذا يؤدي بضرر على المتسابق صح. على كل حال غش غلط من مصلحتك انت، تدور ضرر المتسابق عشان يروح يا استاذ اسمع الله يهديك، تبي تخلص البرنامج يوم 50 60، طيب انا كمان قل له قل له الان لو غشش المتسابق غلط هذا ضر المتسابق بشكل او اخر. لعل المتسابق لو اعتمد على نفسه، تدري مثل ايش؟ مثل يوم كنا في الابتدائيه، يوم اختبارات الابتدائيه واحطها صح 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 وانا متاكد من الاجابه انها صح، وطالع في خويي والقاها غلط، لو ما هو بحولي جلس استجابتي صح صح واحل على حل خويي غلط وتطلع وياه. هذه هي الفكره، هو ما يبغى يعزلهم، لا يقول غيروا آلية البرنامج، غيروا آلية البرنامج، لا خلاص بنغير الديكوريشن ونغير كل شيء كل شيء. طيب عزل 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 هلا غير ديكوريشن، السلام عليكم حلو.